السلام عليكم. طبعا جماعة الخير، سويت هذا الستوري بس لأنك شخص دخل لي بالخاص وقال لي ريبر انت ليش شايف نفسك وصاير متكبر وتمدح بنفسك هواي من هاي الأمور. تدرون الشيء اللي خلى هذا الولد يقول لي هذا الكلام؟ بس لأن أنا قلت إنه راح ندخل 2 مليون مشترك بأقل من سنة، بس على مود هذا الشيء. على ما أعتقد إنه الولد فاهم الموضوع غلط، ما أريد نحكم عليه من هسه. المهم شوفوا برو، خلينا ابسط لك الموضوع وافهمك اياه بابسط مثال. تمام، تخيل طالب مال مدرسه او تخيل طالب مال جامعه، اي وحده من يمين. هذا الطالب ظل يقرا ويتعب على نفسه على مود ينجح، ولما قرا وتعب على نفسه ونجح راح يجيب لك الشهاده ويقول لك شوف انا نجحت، انا بتعبي نجحت. فانا همين ظليت اتعب على نفسي ما وصلت للي انا واصل له حاليا، فمن حقي انه اقول ان انا سويت كذا انجاز باقل من سنه، لان انا فرحان بهذا الانجاز برو. ويعني ما ادري يعني شو. وبعدين شو مشكلتك اذا انا قلت انا شخص ناجح وقلت انه انا راح اوصل 2 مليون؟ فيب هذا بس كان توضيح يعني. وحتى لو تلاحظون انا ما جاي اقول انا راح ادخل 2 مليون، لو تلاحظون قاعد اقول راح ندخل 2 مليون او سوينا كذا انجاز، قاعد اقول سوينا بلغه الجماعه، لان لولا فضل الله ثم فضلكم كان ما وصلت لهذا المستوى انا. والله العظيم يعني شكرا لكم. اوكي ما اعرف، يلا مع السلامه.